أو مثل الأطارف، ولكن المشارك معاه بقى في طريقة تانية وأهمها على إطلاق فطر الإيوتايبا. الإيوتايبا دوت هو بسوق العنب، بسوق بعض المحاصيل الستون فروتس، الخوخ والمشمش، والناس كتير ما تعرفش الموضوع دوت، وبيسبب موت أشجار المشمش والخوخ هذا الفطر، زي ما بيسبب مشاكل في العنب. هنا أصلا بلاقي في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها في بداية التفتح ممكن الاقي النمو اصلا طالعة شوية مبتذلة، الورق شكله ما هوش طبيعي، انتظام نصل الورقة ما هوش موجود بشكل سليم، تفصيص ورقة عنب معروف بيبقى عامل ازاي، الاقي التفصيص بقى زيادة في جانب وفي جانب تاني ما فيش تفصيص او اقل، الورقة نصها طبيعي ونصها اصلا شريط ضيق، النمو قائمة بالشكل اللي انا شايفه دوت هنا وهنا اهوت، المظهر دوت هتلاحظ ان وراه نبوات حضاريه اصلا كبيره، يعني ممكن حد يفكر ان اصلا ده عين متاخر، عين اصلا ما ترشش المكان ده، ما ترشش الدموكس كويس، فيها اسباب ثانيه كتيره هنتكلم فيها بعد شويه ان شاء الله، لكن انا بس بلفت نظر ان عندي في الفتره ديت انا عندي فيه حاجات مشوهه في الوقت اللي فيه نبوات حضاريه اصلا كامله حواليها ما فيهاش اي مشكله على الاطلاق. انا بلاقي النموات دي كلها مشوهه قائمة ومتوازية بالشكل دوت، لما بشوف المنظر دوت عن بعد في مشكلة دايباك، مش محتاج ان انا اروح واقص واخد عينات الموضوع ما واضح. هنا لو بيبين لي بس شكل التشوه في نص الورقة، يعني حتى الورقة اللي هي شكلها كبيرة ما هياش طبيعية، يعني الشكل بتاع الورقة دوت شكل ما هوش طبيعي على الاطلاق. الورقة اصلا برضه فيها تقاعدات موجودة كتيرة جدا، في احتراق في حواف الاوراق، يمكن الصورة اللي فاتت كان فيها نفس الكلام برضه، هنا كان في احتراق في حافله اوراق موجود، فدي برضه من الحاجات المميزه بالنسبه لي، يبقى في اصفرار مع احتراق مع اختزال في النمو مع شكل ورقه ما هوش منضبط. ممكن الاقي ان بقى في اصفرار او يكاد يكون بيضاد مع بقع بنيه في حواف الاوراق بالشكل ده. هنا في حد ممكن يقول لي ان نقص الحديد بيدينا العرض دوت، نقص الحديد بيدينا العرض دوت فعلا على السبيريور، الاصناف الحساسه لنقص الحديد اللي بيبان عليها نقص الحديد بتديني اعراض زي دي بالظبط، لكن لما الاقي دوت موجود على اصلا على اصناف ثانيه كمان غير السبيريور، يبقى الموضوع مش موضوع نقص الحديد خالص يعني. الحاجه الثانيه نقص الحديد بيتعالج لما ترش حديد، يعني حتى لو انت رشيت حديد هيديك علاج فوري على الورق غير اضافات الحديد، هي اصلا طبعا علاج الحديد مفروض بالاضافات، لكن حتى الرش اصلا بيعمل علاج فوري ويغير لون الورقه على طول. هنا لو انت عملت دوت مش هتلاقي الكلام ده هيحصل. هنا بنلاقي برضه ده نموات حضاريه كبيره، هنا اصلا في تقزم حتى في النموات، حتى طول الستروميات اصلا ما هياش طبيعه مختزله وقريبه من بعضيها، في احتراق في الاوراق ولا في اصفرار موجود عندنا. هل الملح ممكن يعمل لي عرض زي دوت؟ ممكن يعمل عرض زي دوت، بس لما بيكون ملح ما بيعملش عرض زي دوت على عين واحده او على عينين، او ده دايما بيكون واخد على الاقل الشجره كلها. ليه بقول الشجره كلها؟ لان ممكن يكون ملح نتيجه ان في نقاط سد في مكان معين مش في الارض كلها، لكن لو في ملح في بقعه من الارض، وبرضه عندنا الملوحه ممكن تكون في بطش في الارض، مش لازم كل الحوشه ومش لازم كل المزرعه، لكن حتى لما بلاقي لو في عندي بقعه فيها ملح بلاقي الشجر اللي في البقعه دي كلها متاثر، مش عين، مش زي ما احنا شايفين اصلا الشكل اللي عندك، مش ديت بس كلها اصلا الملوحه واللي حواليها كله اصلا سليم. ده برضه نموذج واضح جدا، يعني ده مصدر لما بشوفه بعرف اظن في عندي دايباك واضح جدا، في عندي حرق في الحواف بالشكل اللي انا شايفه، في اختزال في اللون، اللون الاخضر اصلا في اصفرار، في تشوه في الورقه، دي كلها اعراض خلاص انا بقيت عارفها ومميزه بالنسبه لي بخبراتكم يعني. هنا بنلاقي في تخريج حصر وبوط، يعني التخريج بقى بدرجات متفاوته، مجرد تفتح وصل ل 7 سنتي او اقل واتحرق تاني، اكبر شويه 15 سنتي واتحرق تاني. هنا بقى بنلاقي كلام كتير، ده اثر برد واثر صقيع واثر حاجات كتيره، يعني هنتفق مع بعض ازاي نميز ما بين الحاجات دي مع بعض ان شاء الله. هنا مفيش تخريج خالص، ممكن يكون اثر نتيجه ان ما طرش الدرمتشن اول وتتاخر التخريج لحد ما يجي التخريج طبيعي، دوت وارد، لكن عندي هنا في حرق بدرجات متفاوته على نموات مختلفه في الاطوار، دي حاجه اصلا ملفته للنظر جدا. احنا كلنا سامعين الكلام ده. مش مركز. واحدة وبرك كمان شوية.
بنلاقي ان دي برضو من وقت بدايه الموسم، يعني في الفتره الاخيره ديت هتلاقي الاشكال ديت، وهتلاقي كتير كلمه دوت اثر صقيع واثر برد هنتفق عليه ان شاء الله. ممكن الاقي اصلا في اصابات بالشكل ده، بدا يبقى تحت القطف على طول في تلون في الخشب بالشكل واضح، درجات البيج تحت البني بقى، لو بنشم اصلا ريحه تخمرات في الاصابات، بنشم ريحه عصير القصب لما انا بعمل القطاع في القصبه اللي فيها الضرر دوت، فدي معناها ان في تعفن موجود في القصبه، اللي هي اصلا تعفن معناها ان هي هتموت بعد فتره. هنا مثلا بلاقي في صرار عن بعد واضح جدا بشكل درجات متباينه موجوده، في عندي الفرع كده في الموت او نشفان او عدم تخريج، وحوالين المواد ساكنه كويسه. لو انا قصيت طرف الفرع ده تلاقي في تلونات موجوده في الداخل هنشوفها بعد شويه، وفي نفس الوقت لو انا قصيت وده توصل لحاجه فيه سليمه، لان بقى فيه نز ميه كتير، بدات القصبه تنقط ميه، وممكن التنقيط ده يستمر 10 دقائق ربع ساعه، احيانا بيستمر لحد ساعتين وثلاث ساعات حسب كميه الميه اللي موجوده في الارض وموجوده اصلا في قلب الشباب. اللي بيحصل بيكون عندي فيه موت اصلا في القصبات دائما، فعندي فيه مخزون ميه داخل الشجره وعماله تاخد من الارض، لكن في نفس الوقت مفيش خروج ميه عن طريق النتف، فمجرد ما بقص بدا يبقى فيه مسار للميه في بدايه النهار لفترات طويله. تخيل بقى ان في جرح وفي ميه موجوده، ففرص الاصابه انها اصلا بتتجدد وتجيلي حاجات ثانيه موجوده هتبقى بالنسبه لنا متاحه، وبالتالي احنا محتاجين نحل المشاكل دي. دي بس منظر عشان بس نبقى فاهمين كلنا، ان ممكن الاقي الحوش اللي هو طبيعي ولونه افضل وجميل، ولكن اصلا في اصابات بالكامل ما فيهاش تخريج خالص، ولو انا ما انتبهتش للكلام دوت فانا عندي مشكله، ممكن الاصابه تنتقل من الاصابات للذراع او من الذراع لجذع الشجره وتموت جذع الشجره، ودوت شفناه في مزارع كثيره. هنا واضح ان كان في تخريج وكله مات. انا عايز اقول بس يعني ايه، يعني الاخوه المهندسين كلهم وهم بينزلوا في المزارع ما ياخدش عينهم اللون الاخضر والمواد الخضريه الجميله، لا دايما يدور على العيوب عشان يقدر يحلها، لانه لو لاحظناها في وقت مناسب بنقدر نعالج وترجع الشجره طبيعيه، لو احنا تاخرنا في ملاحظه المشكله وفي تشخيصها وفي العلاج، فبالتالي احنا ما بنعالجش، احنا بنمنع للاسف اصابه جديده لحاجه ثانيه، لكن اللي مات بيبقى مات يعني. هنا بقى بنتكلم، احنا عندنا في حاجات كتيره جدا بتمنع تفتح العيون. في عندي الجاد دي، في عندي الايوتايبا او الكوموسيس، او احيانا البيتادوبلوديا او التبلوديا، دي كلها حاجات ممكن تعمل موت للعيون، وفي عندي موت بسبب البرد او الصقيله. هنميز الحاجات دي بعضها ازاي؟ حد عنده اقتراح؟ ده واحد بيتصل بصديق. اتفضل. كل فطر ليه عدد معين. كل فطر؟ ليه عدد معين. اه ما هو دلوقتي احنا بنتكلم عن ان احنا عندنا في حاجات ما فيهاش تخطط في العيون. في عندنا حاجات كتيره، يعني ممكن درميكس لو مش مرشوش كويس يعمل ده اصلا عدم تخطط. يعني تفتح في معادها الطبيعي للعيون. دوت وارد. لو عنده بطيء ممكن يأثر على العيون يمنع التخطر. لو في درجات هيمنع التخطر خالص. ولو في صقيع برضه يمنع التخطر. هنميز ازاي بين الحاجات دي وبعضيها؟ لو في مشكلة درميكس هنميزها ازاي؟ مش هتبقى في مكان معين يا دكتور، مثلا مشكلة درميكس هتبقى واخدة مثلا خط كامل، أو مثلا واخدة مثلا ربع خط او ثلث خط، دي هتبقى مشكله دلوكس. لكن مثلا اصابه بدايبات مثلا الاول موافقين على الحته ديت ولا حد معترض عليها؟ لا موافقين طبعا. هو مع بعض مش جوا بعض. دول عمر يا جماعه الاثنين دول. ما حضرتك لو في بشبوره سد ولا حاجه فهتبان في ريشه مثلا او في باكيه. يعني في جنب في طراق. دائما اثر الدلوكس بيكون مش على عين، لكن بيكون على منطقه. على شجره بالكامل، على جنب، بنشوف اصلا جنب خط بالكامل، ونشوف جنبين خطين في المسار بتاع الجراد، ده بيبقى واضح لحد كبير ان في عندي مشكله. ويا مش هتموت اهو. الدرميكس يا مش هتموت، هيبقى فتح هيأخر التفتح فقط لا غير. اتفضل. اكمل؟ اه طبعا. بالنسبه للدايباك طبعا هو هيبقى في طرحات في شجر مختلف. ده هنميزه عن الدرميكس. تمام؟
الاصابه بالفطريات بقى انا مش عارف بقى ممكن يبقى مثلا لو استطيع يبقى عالم لو استطيع او في منطقه عامه او في قوه عامه من المزرعه بقى معينه يعني فتره تفريطات معينه حسب الظروف اللي بتلاقي المفروض ان هي تستقيم مش هيكون عشوائي مش هيكون هو لو جزء من الشجر بالنسبة للدايباك الإصابة بتاعته بتبقى في الطرحات اللي بتبقى واخدة مثلث معكوس احنا ممكن نلاحظها مثلا بالطرحات كده انت قلت كلام كويس ان احنا الموضوع في الدايباك مش مجرد العين فقط ده العين وفي أثر على الطراحة هنشوفه مع بعض ان شاء الله الضباب دي أعتقد دكتور ممكن يصيب ديون بطريقة يعني عشوائية الضباب دي طبعا المقلوبة ممكن يصيب عين في وسط الطراح يعني الطراح يكون سليم وعلى بعض اليوم في الطراح هو السؤال بتاعي دوت عشان نقول ان في حبه حاجات لازم نكون عارفينها الاول لازم اكون انا اصلا متابع تاريخ المزرعه دي اول حاجه يعني انا مش هيجي لي مثلا موت في عيون بسبب بطي وانا ما كانش عندي بطي السنه اللي فاتت فلازم اكون انا متابع التاريخ المره بتاع المزرعه مش ازاي مش هيكون عندي اثر صقيع ودرجه حراره في المنطقه بتاعتي ما نزلتش عشان تعمل اثر صقيع الحاجة اللي بعد كده أثر البرد أو أثر الصقيع بيكون على أنهي طرحات؟ هل كل الطرحات بتتأثر بالصقيع أو بالبرد؟ طرحات ضعيفة طرحات ضعيفة مستوى متأخر حد موافق على الكلام ده؟ حد معترض؟ لا الضعيفة بتبقى نشيطة بتطلع الأول لا الطرحات الضعيفة هي اللي بتصاب بالبرد أكتر تبقى معرضة للإصابة طب هو إحنا أصلاً إحنا اختلفنا في تعريف الضعيف واللي مش ضعيف الأول هو ضعيف بالنسبه لمين يعني السمك الضعيف لا مش السمك الضعيف اللي هو بيبقى القطر الداخلي جوه اللحم بتاعه اقوى ده القوي بيبقى اقوى لكن الضعيف اللي الخشب بتاعه من جوه هو الاكبر يعني فهمنا يا دكتور تخزين انا فاهم بس محدش فاهم لا خلينا نقول ايه نقولها بطريقه بسيطه كده اهوت الخشب الذي يتاثر بالبرد في العنب هو الخشب الذي لم يتم سواه الخشب غير النضج طالما الخشب ما سواش هو ده اللي هيتاثر بالبرد وتاثر بالصقيع الخشب اللي استوى تاثره هيكون اقل بكتير جدا ماشي فبالتالي اذا المهم انا عندي قوي ان انا اصلا لما اخلص الموسم اكون مسوي الخشب كويس قوي او ان انا بقدم لو سيبش خشب مش ناضج الكلام ده بعرفه عن طريق ايه القطر بتاع النخاع كل قطر النخاع ما بيكبر معنى كده الخشب مش مستوي وبالتالي فرص حدوث الاصابه فيه بتكون اعلى وفرص تاثره بالبرد او بالصقيع بتكون اعلى. اذا مع بمنتهى البساطه لو انا اصلا جيت قطعت اي طراح من ده بظن ان هو اصلا اثر برد عليه او اثر صقيع ولقيت ان قطر النخاع صغير جدا اللون بتاعه اصلا بيج فما لوش دعوه اصلا بالصقيع خالص يعني. لو في تلون في خشب من جوه هنشوفه عامل ازاي يبقى احنا بنتكلم عن الدايباك. نشوف كده بعض الحاجات. ده اصلا كتير قوي بلاقي ان في دايباك موجود تحت البلاستيك اصلا بيوفر لي ظروف بيئيه مناسبه جدا للفطره. طب الفطريات بتاعتنا ديت ايه الظروف المناسبه ليها؟ احنا عن في مصر بنتكلم عن الايوتايبا ايه الظروف البيئيه المناسبه؟ هل الفطريات دي محتاجه حراره معتدله ولا عاليه ولا منخفضه؟ هي منطقيه منخفضه عشان بتعمل اصابه في وقت اللي احنا فيه لحد دلوقتي يعني. لكن الحقيقه هي بتفضل درجه حراره 25 درجه مئويه. يعني يا ريت بقى كنا خلص البوابات صغيره انت عشان ايه نستريح مع بعض يعني. طبيعي طالما الاصابه بتحصل فتره احنا فيها المفروض الفطر محب للبروده لكن الحقيقه مش كده. هو درجه الحراره المثلى للفطرات بتاعتنا دي بنتكلم عن 25 درجه مئويه تقريبا يعني الجو الدافي افضل ليه. بس ليه فتره الشتاء بيبقى فيها الاصابه دايما كثيره؟ نتيجه ان اصلا شجره العنب ذات نفسها هي شجره ساكنه في الفتره دي وساكنه مش معناها واقفه ومش جامده زي احنا متصورين هي شجره في نشاط اقل بكتير جدا. الفاكهه المتساقطه والفاكهه غير المتساقطه الاثنين ما بيوقفوش نشاط طول السنه على الاطلاق ولكن الفرق في معدل النشاط بيبقى ماشي ازاي. الفاكهه مستدامه القدره نشاطها مستمر طول السنه اقل شويه في ظروف البروده الفاكهه المتساقطه نشاطها بيقل جدا ولكن ما زال ليها نشاط. بالذات من الخطوره احنا اظن اصلا ان الفاكهه المتساقطه يعني اصلا من بعد المحصوله ده اقل ري بشكل كبير جدا وهي فتره شتاء ما بيعملش ميه خالص الحاجات دي كلها بتاثر على الجذور وبالتالي بتاثر لي على احتمال الشجر والظروف البيئيه اللي مش مناسبه اللي منها البرد في الفتره اللي بعد كده. كل ما تكون الجذور كويسه على فكره كل ما تكون الجذور قويه بيكون تحمل الشجره اقوى. وكلمه جذور قويه معناها ان مجموع الجذر اصلا كبير. ده عامل مهم جدا.
فتاني هو اصلا فطره محبه للدفء، فطره بتاعنا محبه للدفء، ولكن نتيجه ان شجره العنب هي اللي اصلا اقل قدره على النشاط، فبالتالي اكثر عرضه للتعرض للاصابه. وده احنا بنتكلم في فترات كتيره جدا. انت بتعمل يعني ايه زي تنافس ما بين الفطر مع الفطرات الثانيه في الظروف دي، او الفطر مع العائد في الظروف دي. مش هي الظروف الامثل بالنسبه له، لكن هو دي هو الوحيد اللي قادر يتعامل فيها، يقدر يشتغل فيها. العامل الثاني لفتره التعليم هي فتره حدوث الجروح. الجروح معناها ان انا بعمل مدخل للفطريات او للبكتيريا بشكل مباشر، احنا عندنا اساسا هي فطريات مش بكتيريا. لكن طالما في عندي جروح، والتعليم معناه جروح مسطحات اصلا كبيره، ففرصه الاصابه بتبقى عاليه جدا. يبقى انا عندي الفطر موجود بيطير بالهواء، موجود على بقايا النباتات، على الاصابات المصابه من قبل كده، على المخلفات العضويه في التربه، على بقايا العنب اللي احنا بنفرمه في الارض بيبقى موجود معاها. دي كلها مصادر لحدوث الاصابه في الاول خالص. انها تولد جراثيم بتطير عند وقت الجروح وقت التقليم وتعمل الانتصار بتاعها. في نفس الوقت احنا دايما بنقلم في ظروف بيكون فيها رطوبه نسبيه اصلا عاليه. يعني اي وقت انت بتقلم فيه فانت فتره رطوبه نسبيه اصلا عاليه. هو دوت اصلا موضوع تاني. لكن في النهايه الظروف البيئيه المناسبه تماما لحدوث الاصابه فتره التقليم. طب انا عندي اصلا بقى تحت البلاستيك انا موفر ظروف مناسبه اكتر. خاصه لو المسافه ما بين البلاستيك وما بين الشجر بتاعي اصلا قريبه. يعني زمان كانت الناس بتعمل يعني مسافات اصلا بتكون كانت قريبه، احنا بنتكلم على مسافه المفروض ما تقلش عن متر وربع او متر ونص. ده انا كنا طبعا بزود المسافه بيبقى افضل بالنسبه لي عشان اقلل مشاكل الامراض. قللت المسافه فمعاملات الامراض او المكافحه بتكون اكتر معايا. بالتالي ان فرص التعرض للتاي باك او لموت العيون بعد التخريج ده بيكون موجوده جدا في اثناء التغطيه بالبلاستيك. هل ده معناه ان انا محتاج اعمل تهويه مناسبه في التغطيه او في فتح البيبان عشان اقلل المشاكل دوت في البلاستيك تحت البلاستيك؟ اه طبعا. انا كل ما بزود التهويه انا بالتالي بقلل الرطوبه النسبيه وبقلل فرص حدوث الاصابه بالفطريات بتاعتي. برضه من المشاكل اللي برضه بتقابلنا في الفتره اللي فاتت ديت ان مع ظروف البرد اللي كانت موجوده ديت والناس مغطيه بلاستيك والتنام مقفله اصلا برضه بلاستيك بالليل، طبعا ده بيخفض درجه الحراره داخل تحت البلاستيك وبالتالي بيزود ضرر البروده عندنا. عامل ثاني مهم ان يعني انا بقول بقصد من الكلمه ديت ان انا المفروض اجي قبل المغرب اخر بعد العصر ده افتح انا الجوانب بتاعت الصبح عشان اضمن ان يبقى فيه تكافؤ من درجه حراره تحت بره الصبح وجواها عشان ما تزيدش البروده في اثناء الليل تحت الصبح فيزود الضرر. هنا بنتكلم عن البروده النفسيه، هل البروده لوحديها هتعمل لي الموت ولا اصلا مع الفطر بتشجع الفطر ان هو يشتغل؟ هي بتشجع الفطر ان هو يشتغل هو كمان، فبيشتغل بشكل كويس جدا. من ساعه ما اتكلمنا عن التايب باك كمان يمكن 15 سنه او حاجه زي كده هو كان في ناس تقول اه ده مشكله برد خلاص الحمد لله، ده يعني خلاص بقت مشكله برد خلاص الحمد لله البرد خلص الحمد لله الدنيا اتحلت بعديه يعني، ولا في مشكله حاصله؟ ما كل مرض اصلا له ظروف بيئيه مناسبه. الناس مش قادره تستوعب ان اي مرض عشان يحصل محتاج ظروف بيئيه. درجات الحراره ديت هي ظروف بيئيه بالنسبه له بتهيئ النبات للاصابه. ما هو كل مرض ما بيحصلش كده مش الظروف كلها معاكسه للفطر وفطر يشتغل. فهنا بتلاقي برضه في ناس مصممه برضه لا اول مشكله مشاكل خلاص ربنا يحلها يعني ان شاء الله، وربنا بيحلها في كل الاحوال طبعا. ان هو احنا اصلا بنعاني ونيجي في شهر 6 أو 7 نلاقي ان بدا في شجر من التعالج بقى حصل له موت تاني بالكامل. دي برضه نقطه مهمه عشان اقول ان انا اصلا لما بعالج حالات ضايع باك عندي في المزرعه مش معناها ان انا عرفت ان الموضوع انتهى. لا، لازم انا اتابع تاني الشجر في خلال موسم النمو، خاصه لما تيجي في شهر عند وقت الجمع. انا عارف ان الكل بيكون استهلك، يعني انت عندكم اصلا الفتره ما بين التزهير وما بين الجمع فتره قتل المهندسين. يعني انا اعتقد يعني انتوا محتاجين تستراحوا بعدها لحد السنه اللي بعديها على طول. لكن ده خطر جامد جدا ان انت اصلا في الفتره اللي انت بتكون فيها تعبت جدا الفطر بدا يشتغل تاني. فيبدا يموت لي الحاجات اللي انت عرفتها. يعني حتى لو انا عندك اصابه وضايع باك في اول موسم وعرفتها ممكن في فتره 6 أو 7 مع ارتفاع درجه الحراره يبدا يشتغل مره ثانيه. هو اصلا برضه الظروف بقت مناسبه ليه هنا في الفتره دي. وانت في الفتره دي اصلا ما بتبصش على حاجه بتلاقي ان بقى في موت ثاني في الشجر، وده نموذج من الحاجات اللي كانت حصلت احنا شفناها بنفسنا يعني. هنا بقى بنتكلم عن ايه الحاجات اللي بقى في ده. احنا كل فتره بنتكلم عن حاجات من بره.
في ورق بيموت في ترهات في اختزال في تشوهات. هنا الاصوات نفسها وبلاقي ان في درجات مختلفه من اللون البيج لحد البني، سواء بقى من عند النخاع او من الطرف من بره. طبعا دي اللي انا عرفت لحضراتكم دول دي درجات متفاوته، يعني هنا اصلا دوت كده كله بقى ميت، الحته البيضه بس اللي هي اللي حيه. طبعا لو انا هعمل اي معالجه لحاله زي ديت مش عارف حاجه خالص، ده انتهى. الحتت البنيه ديت دي ده موت، انت اي حاجه هتعملها مش تعرف، يعني اي حاجه وسط درجات النوم البني ديت انت مش هتعرف فيها حاجه. انت بتحاول توقف المشكله على ما هي عليه، ما اصبحش. اذا انا دوري ان انا يعني المفروض احل المشكله ان اوصل الاوان دي على الاطلاق يعني. طول ما الاوان ديت موجوده وانا سايبها فمعاها الفطر موجود وبتنيه ماشي لحد اسفل واعمل لي الموت لحد المنطقه اللي تحت اللي انا اصلا شايفها دي. دي درجات ثانيه. هنا بس بنشوف في بعض التشوهات او لون بني في منطقه زي ديت، في عندي التلون بني اصلا بادئ من النخاع وطالع لبره. لو احنا لاحظنا في الصوره زي ديت دايما انا بادئ من طرف وداخل لجوه، بادئ من طرف وداخل لجوه، احيانا بتكون من جوه. في فطريات حقيقه مختلفه بتعمل الكلام ده، مش كلها طايبه ومش كلها موصل، في فطريات ثانيه بتعمل الكلام ده، بس انا مش عايز اشوش الناس بفطريات كثيره. لكن هم تقريبا من عيله واحده او عيلتين مع بعض فطريه يعني، لكن السلوك في التعامل معاهم في المكافحه بيكون هو واحد. وهديكم مثلا ليهم ان شاء الله بعض الفطر ثاني الناس تتكلم عنه شويه. لكن هنا الاصابه بدأ من النخاع وطلع بره، هنا اصلا في الاشعه نفسها كلها درجه من درجات البيج وداخل على البني. الحاله ديت ممكن نعالجها ومفيش مشكله خالص، يعني الحاله ديت فيها الفطر موجود، التراوي موجود عندي اهوت، الفطر موجود والضرر بتاعه موجود، لكن انا عالجت في المرحله ديت هيتعالج ومفيش اي ضرر هيحصل على الاطباق. ديت خلاص هي اصلا الفطر هذا اثر على الخشب كله، والخشب دوت هو الناقل. وبعد شويه احنا هنميز بالظبط فين الخشب وفين النخاع وفين اللحاف عشان اثاره. الشكل دوت هو برضه صعب المكافحه، لان اصلا كل الاماكن او الحزب بتاعت الخشب قايس نفسها اصلا بقت فيها اصابه بالفطر، والفطر اصلا الفطر بتاعنا بيفرز مواد سامه بتنوت، يعني هو مش مجرد ان هو بيشتغل وبيقفل، هو ذات نفسه بيفرز مواد سامه وبتنوت الشجر كمان يعني. فده عامل تاني من العوامل المهمه. لو انا بصيت للدهيت بالتحديد، انا عندي نوع حضراتكم شايفين فيه ملي نواف دوت كله اخضر، هو اصلا دوت عباره عن دايره كامله. هو دوت اللحاء هو ده اللي بينزل العصاره لاسفل في النبات، يعني بياخد العصاره من الاوراق وينزلها ويوزعها على كل اجزاء الشجره لحد البذور ذات نفسها. لو انا لاحظت في المنظر دوت ان عندي الاصابه واخده النص تقريبا قريب من النص، بتوقع الاصابه اصلا جايه منين؟ لو انا هفكر هو بدا من المنطقه ديت بالتحديد. ليه؟ لان طبيعه نشاط الفطريات بتكون بتمشي نمو شعاعي في كل اتجاه، يعني صورت هو لو موجود الفطر في نقطه هنا اهوت فيعمل لي النقطه ديت ابوقها والتانيه البقعه تكبر. فانا عزم عشان هو بادئ من المنطقه ديت فالدايره مش هنا هنا دايره كامله. طب التانيه هينتشر في كل الاتجاهات من المنطقه اللي هو اصلا عمل فيها الاصابه. العامل الثاني ان هو اصلا هقول ليه داي باك؟ لان الفطريات دي اصلا بتشتغل المكان اللي تعمل فيه الاصابه بتنزل لتحت. ليه نازله لتحت؟ لان هي اصلا شغاله مع العصاره، هو حصل اصابه في منطقه اللحاء وحركه العصاره في اللحاء للاسف هو ماشي مع حركه العصاره، وبالتالي بيعمل لي داي باك نازل مع اتجاه العصاره الى اسفل، وبالتالي بيعمل لي الموت الى اسفل. هنا دوت نموذج يعني ده عرض مميز جدا جدا، لما انت بتشوف ده اصلا مفيش ادنى شكل، ده اصلا شكل داي باك موجوده عندنا. وبرده نفس الكلام لو حد بص كده بالمنطق البسيط يقول الاصابه بدأت من هنا وانتشرت، لكن عكس هي بدأت برده من هنا اهوت وانتشرت ودخلت لجوه. الاصابه دايما بتبدأ من اللحاء وتمشي مع الخشب، من اللحاء وتمشي مع الخشب ببطء وتمشي مع اللحاء لتحت اسرع. دي مثلا حاجه تبين لي ان حتى في تلون واضح من دي كلها اللي فيها اثر اصابه شديد جدا وممكن نعالج، لكن لو انا سبتها ده يحصل فيها موت، لكن دوت ممكن نعالجه حتى بالشكل اللي انا شايفه دوت ممكن يتعالج. دي مظهر للشتلات. انا عايز اقول بس لحضراتكم السلايد ديت ان حتى الشتلات اللي بتموت اصلا في المشاتل احد اهم اسباب الاصابه في الفطريات دي. فبالتالي سواء زي ما كان الاصابه بتحصل في وقت التعليم، الاصابه بتحصل برضه في وقت التطعيم برضه بشكل كبير، لان وقت التطعيم هي وقت برضه فيه جروح موجوده وممكن يكون هي جايه بعقل عليها اصلا الاصابه بتبقى موجوده عندي، يعني ممكن تحصل اصابه في وقت التطعيم او ان العقل اللي انا جايبها اصلا عليها اصابه مع الجروح ومع التعب الجديد اللي يعمل لي المشاكل ديت، والاقي ان العنزه نفسها بتموت، والاقي ان الخشب تحت الكتف بتحول لونها درجات البيج او درجات البني،
دوت الترانك ذات نفسه والجزء بتاع الشجره برده عليه اصابه وبرده واضح انها نازله لتحت ازاي. الحقيقه دي اصلا كانت بدل الاصابه حشريه كانت حشره من حشرات حشويه الاجنحه الديزاين ديت بتاكل تحت القلب وبالتالي عملت ظروف نازله للفطر والفطر بدا يشتغل ويخش كده حتى منطقه التطعيم لو انا اصلا بطعم برده جديد على 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 شجره او على على اصل ذات نفسه ممكن فرص ان يحصل لي موت نتيجه الاصابه. ان هو الشريحه دي اتعرضت بس لحضراتكم عشان اقول ان دي احيانا المعامل لو واحد في المعامل ما عندوش خبره ممكن يميز الفطر غلط لان الفطر بتاعنا دوت هو ده الفطر بتاع الطيبه هو نفس الماسيريا بتاعه لونه عامل زي فطر الكوزايا بشكل كبير جدا يعني في انواع كوزايا كثيره لونها بالشكل دوت وشكل النمو بتاعها عامل زي دوت بالظبط. ده دي تعذرت اللي احنا طالع من عندنا هنا من مصر من زمان عندنا الحاجات ديت ده تحت الميكروسكوب الفطريات الفطر بتاع ده بيعمل الجراثيم بشكلها ديت دي جراثيم بتاع دي جراثيم اسكيه وشكل جراثيم الفوزاريا من الكنديه فالاثنين قريبين جدا من بعض وبالتالي لو واحد مش فاهم او مش عارف هو هيميز دوت على ان هو دوت وبالتالي الناس كتير ما بتعرفش ان الفطر دوت موجود عندنا وهو اللي عامل الضرر وما فيش مشكله. دي فطريات ثانيه بتعمل نفس الكلام ده ليزر ديبلوديا او عندنا بيترو ديبلوديا في عندنا ديبلوديا في انواع مختلفه دي اشكال الجراثيم بتاعتها لكن كلها دول كلهم من عيله اصلا واحده وكلهم بيقاوموا بنفس الطريقه. هنا ده مرض ثاني برضه بيعمل لي لايباك مختلف عن اللي عندنا مش موجود عندنا المرض دوت لكن برضه انا بعرض حضراتكم عشان في ناس احنا بتتكلم فيه واحيانا بنشوف عرض زي دوت على الاوراق. ممكن نقص عناصر يعمل لي عرض دوت ممكن نقص عناصر ممنوحه يعمل لي عرض زي دوت لكن في فطريات زي فطر اسمه فونيلا او فيو اكرمونيوم ده بيعمل نفس العرض دوت بيعمل لي حروق على الاوراق مع تشوهات او مع اصفرار ما بين العروق بهذا الشكل لكن الفطر دوت هو بيصيب الاوراق بيصيب لي الاصابات وبيصيب الترنك وبيعمل لي برضه بقع بنيه لكن بتلاحظ ان في لوعه بنيه في لون فاتح موجود في لون ابيض في درجه من درجات البيت القلب بتاع العقم دايما بيكون فيه منطقه زي ما بيكون في زي الفيلك دوت بيكون منطقه سهله غير الفطر بتاعنا المنطقه اللي بتموت فترات الايوتايبر بتاعتنا اللي عندنا او الكونسز المنطقه اللي بتموت تحول لكتله خشبيه صلبه الفطر دوت المنطقه المصابه بيكون في قلبها منطقه زي الفلين فده فطر مختلف. الحاجه الثانيه هو بيعمل بقع على الاستثمار وبالتالي الفطر دوت هو ما هواش عندنا لكن الناس بتتكلم عنه ده بيعمل مرض اسمه اللي هو اسكا ديسيز شبيه جدا بالدايباك بتاعنا لكن مش هو اللي عندنا لكن برضه من قبيل المعرفه والعلم. كمبيوتر زرق اوكي طب لسه على كده في المانجا الناس اللي حصل لها صقيع قالوا في طبقه بتتكون زي الفلين جوه بتبقى شبه دي ولا مختلفه؟ في الخشب من جوه بتاع المانجا؟ بتاع المانجا انا ما شفتش الطبقه دي. هو في حد قال لا ما شفتهاش. لقينا طبقه فلين عامله زي الفلين كده في المانجا اللي اتأثرت بالصقيع وبقت عامله زي الداي باك عماله تنزل على تحت فبيوقفها ويقص ويطهر. هو في داي باك بس طبيعي لما هو الناس مش قادره تقتنع يا نادر. يعني واحد يقول لهم ان في داي باك يقول لك ده اصلا صقيع وبس خلاص. هو اصلا صقيع 100% مفيش شك. فطر بيخش. بس انت عندك فطرات اصلا دي فطرات رميه. وانت اصلا مع الموت هو بيشتغل اي حاجه رميه. وعشان نبقى برضه يا جماعه عشان بعض الصوره الفطريات بتاعتنا ديت اللي هي بتحب المحصول يعني فطريات بتعيش على محصول زي العنب او محصول زي المانجا هتلاقيها مثلا بتحب الثمر هتلاقيها بتحب الخشب ومحبه جدا للورق ذات نفسه محبه جدا للمخلفات النباتيه فالفطريات بتاعتنا ديت هي معظمها اصلا بتعيش تقليديه وبتعيش رميه يعني هي معظم حياتها رميه وجزء من حياتها تقليدي جزء قليل وتقليدي فبالتالي لما المحصول بتاعنا بيتحول لحاله موت فبيشتغل اسرع بكتير جدا. وده هنشوف برضه في العنب بعد شويه حاجات تبين لنا الكلام ده. خلاص لما يكون عندي اصلا في موت في شجر في اي شجر نتيجه ظروف بيئيه حتى سهل اول فترات على الباك ده تخش وتعمل المشكله بعد كده. ولو انت سكت بتلاقي الاصابه بتمتد. يعني لو احنا سيبنا الشجر دوت اللي هو كان فيه صقيع لحد اخر الموسم هتلاقي الشجر كلها ماتت.
طب الصقيع اصلا اثر على جزء من الخشب، ايه اللي خلاه يمتد لتحتيه بمسافات طويله لحد شجره كلها متموت؟ فهنا بنتحول بننتقل من مشكله لمشكله اخرى. بالظبط كده هو. فانت اثر الصقيع لازم اتفقنا احنا بنقصه، والكلام بقى في موضوع يعني شغال على نفسي كتير جدا، واحنا عندنا لجنه برضه شغاله في هذا الموضوع، وهم برضه كلهم موجودين على الصفحه مع حضراتكم. لكن في النهايه احنا متفقين ان احنا لازم نقص من غير ما انتهى موضوع الصقيع، لازم نقص، وبعد ما نقص بنطهر على طول. دي قاعده اساسيه، يعني قاعده اساسيه انتهت موضوع الصقيع. ومن الاول تاني؟ لا كده بس. بالنسبه للزنكه دكتور، انا وصلت في وقت العدل مضبوط نعمل له نقطه الصمغ دي على الصمغ. انتوا بترشوا الزنك في وقت العدل ايه؟ والله يعني احيانا واحد اقترح ممكن يساعد شويه في الخلف معايا. لا لو ترش التركيزات عليه مش هيعمل ضرر، لا مش هيعمل بقع سودا يعني. هو عندك في بقع سودا موجوده على الحب؟ ظهرت معانا السنه اللي فاتت. في اي فتره من الفترات؟ بس يعني بعد العمل وصلت كان بعد الرش قد ايه طيب؟ كده 10 لا كان بعد الرش قد ايه؟ يعني 15 يوم. هلا لو يا شباب هو هنا اخونا بيتكلم عن حاجه ثانيه التورطه، اخونا بيتكلم عن حاجه ثانيه خالص. ازاي اعرف السميه بتاعت اي حاجه؟ يعني انا رشيت مركب، رشيت مبيد، رشيت عنصر، هتحصل سميه. السميه عادي بتحصل بعد الرش بقد ايه؟ سي 3 ايام 4 ايام، لكن عمرها ما تقعد اسبوعين وبعدين تظهر بعد كده. مش هيحصل الكلام ده، خاصة لو كانت أصلا عملية السمية عبارة عن حرق. أنت بتتكلم عن نقط سودا معناها إن في حرق بقى موجود. لازم يكون سريع. معايا؟ فما أعتقدش إن هو السبب ده. ده شكل الفطر بتاعنا اللي هو بتاع الفومنيلا. ده برضه في عندنا فطريات زيه حياة كتيرة وشبهه. ممكن يكون موجود عندنا وما حدش خد باله. بس العرض لحد الآن إحنا ما ميزناهوش بشكل واضح على العين بصراحة. لكن أنا يمكن أنا شفت حاجة زي كده. نفس دي احد السلالات او الانواع او العزلات بتاعت الكومونيلا، لكن انا ما شفتش عرض بصراحه دوت. هنا لما بنعالج بتكون حاجه متاخره، بنبدا من المعالجه بيديني شكل النمو، شكل التفتح بالشكل دوت. لو انا اصلا شفت المصدر ده وده تفتح العيون بعد المعالجه، اتوقع انا عالجت امتى؟ في بدايه الموسم على طول. يعني انا بقيت شايف المشكله وعرفتها من بدايه الموسم، بقى في تفتح وانتظام. ممكن ده يكون كان متاخر، يعني انا اصلا قارنت بين دوت وبين المواد اصلا شكلها جوه شكلها اكبر شويه. يعني لو كنت انا فتحت الصوب اكتر كنت هتلاقي المنظر لا في حاجات سابقه عن كده هو. لكن لو انا عرفت في بدايه الموسم انا بلحق يبقى في عندي تفتح مناسب ونحل من المشكله. حتى اللي بيكون حاجات فيها بيكون فيها دايباك ووصل لحد كتير، طبعا وصل لحد الجزء. شفنا الجزء اصلا يعني كل الشجره ميته لحد الجزء، وانت نازل مع الجزء لحد ما وصل لمنطقه سليمه ساعات والله كنا ننزل حتى 10 سم من سطح الارض، يعني بنشيل لحد نوصل. طعن الاسف في دماغ اي واحد ما يشيل الشجره ويريح دماغه يعني. لكن الحقيقه هي الشجره ما زالت فيها مجموعه خضر، مجموعه جذري قوي جدا. لو انا حافظت عليه فانا بعوض الشجره فتره قصيره قوي. يعني الشجر دوت اللي هو الريحش فيه دوت في نفس الموسم يعني رب اذرع وبقى حاجه طبيعيه تاني. فالحاجه الثانيه لما شفنا المشاكل ديت في البدايه، ففي ناس تقول لك طب يعني اشيل وارقع ورايح دماغي، حط شجر نضيف من الاول. فمن هنا بقى السؤال، طب ايه الضمان عندك ان ما تحصلش الاصابه ديت مره ثانيه؟ يعني لو انت كل ما يحصل عندك اصابه تشيل وبعدين يحصل اصابه ثانيه تشيل، هي حدوته لا نهائيه يعني. خاصه في المناطق اللي بيكون اول حوش اللي بيكون ظهر فيها الاصابه، ويمكن بعضنا شاف حاجات زي كده لما بتبقى موجوده في حوش كامله، ما بتبقاش شجر بسيط ولا حاجات زي كده. في البدايه بنشوفها على شجرتين ثلاثه في قلب المزرعه، لكن لما بتنتشر الاصابه بتلاقي اصلا حوش كامله فيها المشكله. طبعا في حاجات بتزود المشكله نشوفها مع بعض. عشان نكافح المرض دوت ايه اللي المفروض نعمله؟ عندي التقديم بشيل الاصابات اللي فيها العرض واضح بتاع الموت، وبعمل لها عمليه حرق. احنا طبعا كلنا بنعمل
بيعمل تقليب وبيعمل بيشغل الشريدر ونقلب المخلفات النباتيه في الارض. دي حاجه كويسه ان احنا اصلا بنقلب، بس هي المشكله لو عندي مسببات مرضيه فانا بزود البوتنشال او اللقاح بتاع الفوت بتاعي او بزرع عدد اقل من المزرعه، وبالتالي فرص الاصابه عندي تزيد بعد كده. فلو انا عندي اصلا حوشه فيها اصابه اصلا عاليه بالتايب باك وانا بقلم بشوف الكلام دوت، فبالتالي نواتج التقليب ما ينفعش اقلبها في الارض، انا مصلحها لما اطلعها او اديها مكموره او اعمل لها عمليه تحلل، او ان انا اصلا بطلعها وخلص منها من قلب الحوشه بالكامل. لو الاصابات اصلا قليله او مش اصابات احنا ممكن نعمل عمليه الشيرنج او القطع بتاع الاصابات ديت وتقليبها مع الارض، ده هيكون كويس. حاجه ثانيه لو اصابه قليله وانا محتاج اعمل شيرنج، انا اصلا لازم قبل ما اعمل الشريدر ان انا بمشي وارش حاجه عشان اطهر بعد التقليم، واوجه برضه الفونياس لاسفل بحيث انا بطهر الشجره وبطهر المخلفات اللي موجوده على الارض عشان اضمن ان ما يبقاش في عندي تراكم اللقاح في قلب المزرعه، لان هي المشكله الحاجات دي لما بتزيد مع الوقت، وانت في الوقت مش منتبه ان انت عندك مشكله، لكن مره واحده بتلاقي بقى في مشكله كبيره. بعد التقليم بنعمل عدد من المطهرات، في حاجات عندك كثيره وجدال كثير. مركبات نحاسيه، المعروف مركبات نحاسيه، في ناس بتشتغل بكبريت، في ناس بتشتغل بمبيدات جهازيه، وبنخش بقى في مواويل كتيره. لكن ببساطه شديده احنا عندنا الاصابه كلها اصلا موجوده فين؟ اساسا موجوده في منطقه اللحاء، وامتصاص اي مبيد انا هرشه عن طريق الكبد اللي بيكون فيه تشوهات لحد كبير، وبيكون اصلا سبونج لحد كبير بيخش منه المبيدات بتاعنا، بتخش البوتر بتقع في المشكله. ودوت احنا عملناه سنين طويله جدا، وبعض الناس بره فاهمين الكلام دوت وبينفذوه. لو انا عندي اصابه وقت التقليم ما يستاهل، لازم ارش مبيد جهازي، مش هينفع ارش مبيد غير جهازي. لو رشيت مبيد غير جهازي المشكله هزيد ببساطه شديده. المبيدات غير الجهازيه يعتمد حمايه من الاصابه، لما يكون عندي اصلا اصابه بالفعل المبيد اللي انا هترشه اصلا مواد جهازي هيعمل ايه؟ ايه دوره هنا؟ هيمنع لي اصابات جديده، لكن الاصابات القائمه هتصرف فيها ازاي؟ لما بنلاقي اصلا في مزرعه او في حوشه فيها تايب باك موجود في الاصابات كتير وقت التقليم، لازم ارشهم بالجهاز. واللي مش عايز يرش ما يرش طبعا، دي حاله شخصيه. بنخش برضه في جدالات كتيره جدا، علاقه النحاس بالدورميكس والنحاس ببوظ الدورميكس، وفي الاخر الناس تتكلم عن في مسافات بينيه ما بين رش مركبات النحاس وما بين الدورميكس، بنتكلم عن اسبوعين. طب انهي افضل ان انا اقلم وارش الدورميكس، ولا فتره بين الرش الدعيم والرش قد ايه؟ جدال كتير جدا، لكن في كل الاحوال حتى لو فتره اسبوعين او ثلاثه او اربعه ما فيش اي مشكله على الاطلاق. يعني سيان عندي فتره ما بين رش الدورميكس وما رش مركبات النحاس والدورميكس مش اقل من اسبوعين، مش هيحصل اي ضرر خالص على الدورميكس، وادينا كفايه كويسه. لو رشيت لو عندي في اثر بتاع بياكل رشيت ترازول، اي مركب ترازول او ردمير جوت بلس ده او ردمير بلس ده واجب ولازم في حاله زي ده. طب انا وقت التقليم لقيت اللي فيه عندي اثر تايب باك كتير، هرش حاجه جاهزيه، لكن في بدايه الموسم في بدايه التفتح لازم ابص كويس قوي على الشجر، هل في ما زال في اثر التايب باك موجود ولا لا. كل التفتح اللي احنا شفناه ل 7 سم بيكون فيه حروق، واحنا شفناه مع بعض من شويه، فبالتالي لو لقيت حاجه زي كده فانا بعمل رشه ثانيه عند طول 7 ل 10 سم نبوات في بدايه الموسم. وهو تاني بقى بلاحظ الموضوع دوت حسب مستوى الاصابه، لو اصابه اصلا شديده بيكون في اجراءات اصلا اكثر شده حسب مستوى الاصابه في قلب المزرعه. شايف الاصابه شديده بمنتهى البساطه، مثلا لو انا لقيت ان في عندي اصابه خط كامل فيه لايبات، ده بيؤشر لي ليه؟ ده مقصات، ممكن مقصات ده وارد، بس المقصات برضه مهما كانت هتعمل لي برضه عشوائيه مهما كان. وقلنا ناس تطهر مقصات بعد التقليم، احنا بنقول لهم حاجه صعبه التحقيق، يعني صعبه التنفيذ. لكن لو انا عندي حوشه فيها داي باك، بقول اصلا في الحاله ديت الحوشه ديت لازم الولاده يقصوا يكون فعلا معاهم مطهر، تعمل لهم اي ازاز السوفت درينك ايا كان، وتقصها وتحط فيها معاهم مطهر وتعلقها له في كتفه بحيث بحاجه خفيفه يقدر يتحرك بيها بسهوله، مش هيروح ويجي، وفي نفس الوقت بيحطوا المقص بيها بين قصاته وبعضيها. ممكن يعمل حاجه زي كده في الحالات اللي هي بيكون فيها اصابه في الحوشه اصلا كبيره، لازم يعمل كده. الحالات العامه ممكن احنا نعالجها عن طريق الرش بالمطهرات بعد كده ان شاء الله.
لو انا هعمل تطهير المؤثرات لازم اختار المطهر يكون ما بيعملش كوروجن او تاكل السلاح المؤثر نفسه. الكلورين او الكلور مركبات الكلور كلها الكلوريكس كلها بتعمل تاكل وبتبوظ المؤثر. لو انا اشتغل بالكلور انا اصلا محتاج اغسل المؤثر باستمرار بعد ما اخلص مجرد ما اخلص اغسل المؤثر واغسل اثر الكلور عشان احافظ على السلاح ذات نفسه. لكن في عندي مطهرات كثيره ممكن تنفع زي البتادين ينفع في عندي حاجات الصيدلية زي السيتافلون وغيره مصطلحاته كتيرة جدا دي كلها مطهرات تنفع جدا للتعامل مع المؤثرات ومطهرات قوية جدا على فكرة وبقاها قوي أكتر من الكلورين فالبعد عن الكلورين أفضل أو الكلوريكس أفضل بكتير جدا. فبالتالي نرجع تاني لو أنا عندي خط في مشكلة الدايباك أنا عايز أقول لحضراتكم الدايباك مش في العنب الدايباك في كل أزهار الفاكهة بيزداد لما يكون في عندي ستريس على النبات في اجهاد على الشجره نفسها يعني اي حاجه بتعمل لي اجهاد على الشجره بتخلي الشجره مهيئه اكتر لاصابه الدايباك لسبب بسيط ان فترات الدايباك موجوده في الهواء موجوده في الجو فلو هي اصلا لو هي اصلا قدرتها انها تصيب لي كل حاجه كما تكون الشجره عندي فيه دايباك لكن هي غالبا بتصيب الشجر اللي هو فيه تجريح كبير جدا وبالذات الشجر بيكون فيه عليه اجهاد. من الحاجات اللي بتعمل اجهاد اللي يكون عندي فيه ملوحه في الارض هنتكلم عن الملوحه بعد شويه. من الحاجات اللي بتعمل اجهاد يكون في عندي عفان بذور لو في عفان بذور هلاقي فيه مشكله كبيره فغالبا لما الاقي ان في شجر في خط واحد فيه مشكله فانا على طول ببدا انا اكشف على عفان البذور بلاقي في عفان بذور يبقى انا محتاج وانا برش اعمل حقن عشان احل مشكله عفان البذور هنا يبقى في عندي رش وفي حقن. ولو مستوى عندي جديد في الحوشه في بدايه الموسم كان ممكن انا محتاج اعمل رشتين ورا بعض وحقنين ورا بعض يعني حقن ورش في نفس اليوم وحقن ورش بعدها باسبوع عشان اقدر احل المشكله. فتاني حسب انا بعمل كم معامله ومعامله فوق بس او معامله فوق وتحت دوت حسب طبيعه الاصابه في المزرعه وانت هتقدرها حسب اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. الحاجات اللي ممكن تحدد الفوموسيد واليوتايبا او كل الفترات اللي بتسبب المشاكل ديت في عندي الترازولات كلها تنفع كل الترازولات اللي هي الترازولات اللي هي بتاعت الباط دي غالبا التوباز بانش روبجاج ابو جان سوميئيت اي حاجه في الغرفه تبع الترازولات اختاروا الاسهل الارخص البنزيميدازولز طبعا في ترازولات حاجات اقل كفاءه برضه مش كلها زي بعضيها يعني لكن على الاقل يعني انت عندكم البانش والتوباز والسوميئيت من الحاجات القويه جدا جدا اللي تقع اي مشكله طبعا في تمام في اسعارهم من بعض البنزيميدازولز كلها بتنفع بتقاوم الدايباك في كل الاشجار بتاعت الفاكهه مش هنا فقط اللي مصرح بيها عندنا فيه الكاربينازيم وفي التوكسين وطبعا ما اعرفش القائمه لسه ما وصلتش دلوقتي لحد دلوقتي طبعا هتيجي في اول مارس ان شاء الله او في خلال نص مارس. البنزيميدازولز عامه بتنفع وبالتالي الحاجات ديت يعني ممكن ارش مسكر ممكن ارش ترازول ممكن احقن في الارض بنزيميدازول لو انا عندي مشاكل عفان بذور وانا بعمل حل عفان البذور وفي نفس الوقت بحل مشاكل الدايباك والميتالاكسيد اللي هو الدوميل بلس من الحاجات القويه جدا ضد الفترات بتاعتنا ديت اللي بتسبب الدايباك والفوموسيس. والمجموعه اللي انا ذكرتها ديت يعني لو قلت الترازولات والبنزيميدازول هي برضه بتقاوم لي البواد الدقيق وبتقاوم لي عفان الصمام. يعني دي مجاميع مبيدات بتقاوم لي اكتر من حاجه. فبالتالي ممكن لما انا ارشها انا بستفيد ده بقاوم حاجه ثانيه معايا في الطريق. الميتالاكسيد طبعا بيقاوم للحاجات ديت بيأثر على الفترات اللي بتعملها عفان بذور بيقاوم الحاجات بتاعت الدايباك وبيعمل لها مشاكل او حل مشاكل للبواد الزغبي اللي هنتكلم عنها بعد شويه. فزي ما اتفقنا في وقت التقديم انا بضع على فونسس بضع على ذراع مات وبدور على باقي الدي وده من العوامل المهمه جدا. لو انا عندي تشققات قبل التقديم في الاصوات انا بشوفها بالشكل ده هو. ده مؤثر جدا ان انا عندي فوموكسيس موجود في المزرعه ولازم وانا بقلم بقى اهتم جدا بالتقليم. هنا عندي فيه تشققات في عندي كمان لون بني لون اسود. هل البواد دي بيعمل السودات دوت ولا ما بيعملش السودات دوت؟ لو في عندي بواد دي بيعمل لي سودات في الطرحات برضه. بس ما بيدينيش خط بالشكل دوت بيكون بطش لكن برضه لازم ده ممكن يكون اثر بواد دي لكن في تشققات يعني انا بتكلم عن فوموكسيس بالتحديد. ابدا ادور جوه بلاقي في تلو الوان بقى في الاصوات بس نكبر الصور شويه عشان اشوف دي درجات متفاوته من الاصابه في الطريقه بتاعت الدايت باك طبعا اللي بادئ من على النخاع وطالع على الخشب وفي اللي بادئ كله من لوحاء وداخل لجوه زي دول في دي حاجه زي ديت هي اصلا ماتت خلاص ما لهاش اي علاج
انا بتينا اقص الكلام ده لحد ما اتخلص منه بالكامل. دي الجزء دوت هو ميت، ده اصلا سليم، لكن انا مش هقدر اشغل العصبات ما تلتها ميت الاصل النفسيه من الداخل. الحاجات دي حاجات ميته. الكلام ده كله لما انا شفت وقت التقديم لازم اتخلص منه، انا بوصله لحد ما اوصل للسليم، وفي نفس الوقت ببقى عارف ان انا هعمل معالجات، هرش جهازي وهبدا بعد التقديم، وهاهتم اصلا في بدايه الموسم عشان ادور عليه على الاصابه بتاعتنا او القرار التاني عشان اعرف الاجراء. حسب الحاجات دي موجوده كتير، انا باخد القرار انا بتصرف ازاي، اللي هو انت يعني مش انا، لا اللي هو حضراتكم انتوا فاهمين بقى القواعد الاساسيه اللي هنشتغل عليها. لكن الحاجات زي دي هي حاجات ميته بالكامل وانتهت. هل تتوقع ان دوت حصل في وقت التقديم؟ الضرب دوت حصل في وقت التقديم؟ ده كله حصل في الموسم اللي قبليه، بس انت ما انتبهتش ان في مشكله وابتديت تتصور ان في عندي مشكله كبيره. حاجه ثانيه برضه هتقابلكم كتيره، ان المشاكل دي اصلا موجوده جدا في امريكا وكتيره جدا في امريكا. وفي امريكا المرض دوت عشان يشتغل بياخد له دائما معروف ياخد له 4 لـ5 سنوات عشان يبدا يبان اعراض. احنا عندنا وضع مختلف تماما، احنا عندنا ممكن يبان من اول سنه، ممكن يبان من ثاني سنه، ممكن بعد شهور يبان العرب بتاعنا، ممكن يحصل عندي موت في خلال اسابيع. فالوضع هنا مختلف عن امريكا، فمش كل ما هقراه في الانترنت معناه انه اصلا لازم يطبق عندي بالكامل. في فرق بين فطريات عايشه بيها يعني وصلت لمئات السنين وبقت ليها اصلا اعضائها الطبيعيه وبقى ليها اصلا رد فعل النبات ليها، واحنا عندنا حاجات بقت دخيله علينا ما كانتش موجوده عندنا. الفطريات اللي احنا بنتكلم فيها ديت لم تعمل مشاكل، يعني ما شفتش ليها مشاكل ابدا في التمرينات على الاطلاق. يعني اول شجره اشوف فيها ضيابات، انا شفت شجره واحده سنه 87 وكانت في بنها، واول عرض اشوفه في الصحراء كان سنه 94 في دراع من شجره واحده سنه 94. دلوقتي بقى بنشوف الحاجات دي كتير، فاقصد ان احنا جايب لنا سؤالات من بره كتيره فداخل على بيئه جديده. فبالتاكيد سلوكها هيختلف كتير قوي عن البيئات اللي هي جايه هنا. دي انا هوريكم بقى الصور، دي حاجات شفناها وقت التقديم عشان تاخدوا قرار هنشتغل ازاي ونقص لحد فين وهننبه الولاد يشتغلوا ازاي. الكلام ده كله مش معناه ان الولاد بتوع التقديم تقوم قاعده وهم يشتغلوا. انت لازم تكون واقف عليهم باستمرار وتتابع ان كفايتهم في الخاص. هنا احنا بنتابع حاجه ثانيه، ان مثلا عرض زي دوت موجود في معظم الخشب عندك في معظم المزرعه. فلو انت قعدت تشيل دوت كله هتلاقي في الاخر ما عندكش حاجه تشتغل. هنا من ايه؟ بنغض النظر شويه على الموضوع، مش هنبص لحد السنين بالكامل، لكن بقى اشتغل بحاجات جاهزيه بعد التقديم مباشره وبدايه الموسم ابدا اكمل بحيث انا اوقف المشكله. يعني برضه قرار هوصل لحد فين برضه بيتوقف على رؤيتك مدى انتشار المشكله في الحوشه اللي بتتكلم عنها. زي ما اتفقنا الحاجه الميته ديت هي ميته ما لهاش علاج. يعني اللي هنعمله مش هيعالجها. دي كلها حاجات في وقت التقديم يا شباب. كل اللي هنشوفه دوت دي حاجات شايفينها في وقت التقديم. طبعا ده الدراع ذات نفسه. نفس الكلام انت بتشوفه على مستوى الجذع. يعني المواد دوت بتشوفه على مستوى ان شاء الله ما تشوفوش حاجه، لكن انا انتوا بتشوفوا على سبيل المعرفه عشان ما تشوفوش، واحنا دورنا ان احنا يعني جميل قوي انكم اصلا مش بتشوفوا حاجات زي كده وما تشوفوهاش. لكن لما انت بتكون بتلاحظ حاجه زي كده وانت عارفها تقدر تتصرف. المشكله لو انت مش عارفها وما خدتش قرار الضرر بيزيد. دي هتكلم عن حكايه الحشرات دلوقتي.